معناتها التونسيين اللي مشاو اللي بؤر التوتر نعرفوه وعنا قائمات اسمية فيهم أقل من 3000، معناتها المصالح الأمنية وزارة الداخلية هي اللي أكدت لنا هذية. عدا هذا التصريح الصادر عن الحكومة التونسية قبل سنوات، لا توجد أرقام رسمية دقيقة أو محدثة لأعداد التونسيين المنتمين لتنظيم داعش أو عدد العائدين منهم من مناطق النزاع، لكن تقارير إعلامية دولية حاولت الوصول لإجابة. يقدر عدد أتباع تنظيم داعش من التونسيين ب4000 إلى 6500 فرد، وبهذا ومقارنة بعدد سكانها تعتبر تونس هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد مقاتلي داعش. لقد عاد بالفعل أكثر من 800 مقاتل تونسي، وعدد غير قليل منهم لم يتم اكتشافه. بالإضافة إلى صعوبة الوصول لأعداد مقاتلي داعش من الرجال، لا توجد أرقام رسمية بعدد النساء المنتميات للتنظيم واللواتي عدن إلى تونس. العدد الرسمي ما عندناش، خاصة في ظل تكتم الجهات الرسمية حول المعلومات الرسمية، ولكن تقريبا حسب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام تقريبا فما 10 أو 12 طفل من ليبيا، وعدد 6 نساء كذلك من ليبيا، ومن المخيمات السورية تقريبا فما حتى امرأة وما فما حتى طفل. في المقابل فما 10 مقاتلين معناها اللي تم استعادتهم من سجون قصد اللي هي قوات سوريا الديمقراطية. حاولنا الحصول على إحصائيات أكثر دقة من وزارتي الخارجية والداخلية، ولكن طلبنا قوبل بالرفض. التقينا مهيار حمادي، المندوبة العامة لحماية الطفولة التابعة للحكومة التونسية. الأطفال اللي تم التعهد بهم واللي رجعوا لتونس هما في قرابة 50 طفل، معناها ما بين الأطفال العائدين من ليبيا والأطفال العائدين من سوريا والأمهات التي كانت معناها اللي في حدود 10 أمهات.